شايف ان النسخه طبعا نسخه بطوله قويه جدا، بشوف ان ده حقيقي. المكاسب فيها كويسه بالنسبه للانديه لما تاخد مركز اول 4 مليون دولار، المركز الثاني 3 مليون دولار، يعني مجرد ان انت شاركت في البطوله بس ضمنت مليون دولار، والتنقلات على الكاف يعني على الشركه الراعيه اللي هي الايطاليه، انت بتتكلم ان لا يعني البطوله كويسه جدا، وشايفها برضو لما تتوسع بشكل اكبر كمان السنين الجايه اعتقد ان هي هتبقى مفيده جدا بالنسبه للقيمه التسويقيه. النادي الاهلي ونادي صن داونز هم اعلى اتنين قيمه تسويقيه اصلا موجودين في البطوله. النادي الاهلي القيمه التسويقيه بتاعته 30 و3 30 و35 من 100 مليون يورو، معانا الاحصائيه برضو 30 و35 مليون يورو. النادي الثاني صن داونز 29 واحد من 10 تقريبا نفس ال بس طبعا النادي الاهلي اعلى مليون، يعني اعلى رقم واحد، نادي صن داونز رقم اتنين، دول في حته. وبعد كده رقم ثلاثة نادي الوداد المغربي 19 مليون يورو، بعد كده رقم أربعة الترجي التونسي 17 و9 من 10 مليون يورو، بعد كده بترو اتليتيكو، دول برضو الاثنين في حته، وبعد كده بقى الاربعه الاوائل في حته اللي هم غالبا ان شاء الله هيكونوا المربع الذهبي. يعني ان شاء الله لو نستعرضها برضو هنلاقي بترو اتليتيكو الانجولي 3.5، بعد كده سيمبا التنزاني 3 مليون يورو قدامنا اهي، بعد كده مازيمبي الكونغولي 1.9 من 10، بعد كده انيمبا اقل فرقه في القيمه التسويقيه 150 الف يورو. طبعا الاغلى لعيب في البطوله اليو ديانج في القيمه التسويقيه الحاليه 4.5 مليون يورو اليو ديانج، يليه محمد عبد المنعم 3 مليون يورو، يليه محمد الشناوي 2.5، يعني اغلى ثلاث لعيبه في البطوله من النادي الاهلي، يليهم يحيى عطيه الله من الوداد المغربي 2.5، يليهم بيتر شيلويل من صن داونز 2.5. مباراه النهارده ما قلقتنيش بصراحه من صن داونز، كل سنه كنت بشوف صن داونز طبعا فرقه قويه، بس انا شايف ان نسخه السنه دي لصن داونز مش اقوى من السنه اللي فاتت. النسخه بتاعت صن داونز السنه دي ان شاء الله انا شايف ان النادي الاهلي هو اقوى فرقه في البطوله، مع عندنا بعض المشاكل اللي اتكلمت فيها اللي هي نقطه الالتحامات الهوائيه الكرات العاليه. صن داونز الشوط الاول كان سيء جدا، أسوأ شوط لصن داونز من فتره طويله. يمكن كانوا يطلعوا خسرانين 2-3 الشوط الاول النهارده من بيترو اتليكو، الحارس ويليامز شال ضربه جزاء، شال انفرادين محققين. الشوط الثاني الشوط الاولاني تحديدا برده كان فيه يعني المدرب كان بصراحه ايه بيلعب كتير في التشكيل بطريقه غلط، يعني عبد المنعم بوتيل المغربي مساك وداه باك ليفت، مديبه الباك ليفت لعبه في وسط الملعب، لوكاس روبيرو وبيتر شيلويل اللي هم الاثنين المهاجمين الاساسيين، لوكاس روبيرو ده برازيلي جايبينه احسن لاعب في صن داونز السنه دي، وبيتر شيلويل مش موجودين. فكان في ممكن ما نحكمش على صن داونز في الشوط الاول، ناخد النسخه لسه ما الماتشات تيجي واللعيبه برده ايه ممكن يكونوا راجعين من التوقف في الدولي. حتى في البطوله المحليه يعني فقدوا خسروا الكاس الرابطه، يمكن كان بدون الدوليين، ولكن برده فكره في اخفاقات بتحصل مع فريق صن داونز. بس خلي بالك المدرب بتاعهم مكوينا ما خسرش ولا ماتش مع صن داونز الا ماتش واحد بس، ماتش واحد بس طوال مسيرته في اخر سنتين، ما خسرش غير ماتش واحد وكان في الكاس و2-1. حتى ماتشات دوري ابطال افريقيا كلها خسر مثلا من الوداد ما خسرش، تعادل رايح وجاي. طب انت كده طمنت ولا قلقت؟ بس انا شايف لا نسخه اقل من السنه اللي فاتت، بس قويه ما فقدش حد اصلا، ده بس نسخه اقل بحيث ان هم ايه السنه اللي فاتت تحس ان هم كانوا اقوى، فرقه اتقل منظمه اكتر. استعجل انت شويه. بس هم السنه دي ما فقدش حد على مستوى السكواد، هو ضاف. هو ضاف طبعا. يعني ضاف ضاف لوكاس روبيرو، بس انا لما اتفرجت عليهم النهارده حاسس ان هم يعني الشوط الاولاني تحديدا كانوا يطلعوا كانوا يخسروا 2-0، تحس ان هم برضو عشان الشوط الثاني ظبطوا.